ذوادي يتعدى ذوادي يتبع فيه باتريك لوالوا سريع او محمد امين الحمروني مع ياسين الشماخ. شماخ ياخذ الكره. شماخ خطير الكره. شاب العبيد يتسدي والهدف الاول لصالح النادي الافريقي. والهدف الاول لصالح النادي الافريقي والامضاء لشاب العبيدي. دخول ناجح من متوسط ميدان الافريقي. فشل في التسديده الاولى ولكنه نجح في التسديده الثانيه في شباك علي العياري. وتتغير المعطيات والنتيجه هنا في ملعب رادس مع تقدم النادي الافريقي بهدف شياب العبيدي في 67 دقيقه لعب من المباراه. هاي الاعاده الشماخي في دفاع الاتحاد ثم بالساق اليسرى بدون طبعا تدخل من الحارس لانها كانت مباغته تصطدم بالقائم. والكرة واحد بلاش. سيناريو جديد في هذه المباراة مع هدف أول للنادي الإفريقي أمام الاتحاد الرياضي ببنقردان. وأكيد التغييرات ما زالت قائمة بالنسبة